مرحبا، اليوم رح أحكي لكم عن معلم سوري. مو بس أهل دير الزور بيحبوه، كل أهل الشمال السوري، بالأحرى كل السوريين بيحبوه وبيفتخروا فيه. أكيد عرفتوه لأنه أشهر معلم بدير الزور هو الجسر المعلق. بيرجع تاريخ بناء جسر المعلق لزمن الانتداب الفرنسي، ويعتبر تاني جسر معلق بالعالم بعد جسر موجود بجنوب فرنسا، وتسمى بوقتها الجسر الجديد للتمييز بينه وبين الجسور التانية، ونعرف بعدين بالجسر المعلق أو جسر دير الزور المعلق. بلش بناؤه في سنة 1925 على نمط الأسلوب الغربي ببناء الجسور المعلقة. مشان هيك منشوف جسور بتشبه الجسر المعلق ببعض المدن الأوروبية. وأخذ بناؤه 6 سنين، وكلف بهداك الوقت 1,300,000 ليرة سوري ليطلع الجسر بشكل هندسي رائع، قائم على 4 ركائز حجرية أساسية طول كل وحدة منها 36 متر. أما طول الجسر فبيبلغ 450 متر وعرضه 4 أمتار. تم افتتاحه بسنة 1931، وخلال فترة بنائه مثله مثل كتير من المعالم الضخمة مات عدد كتير كبير من العمال يلي كانوا عم بيشتغلوا فيه، وفي منهم وقعوا جوات الأساسات أثناء صبة بالشمنتو، ولساتها جسس موجودة فيها. بسنة 1947 تمددت الكهرباء للجسر المعلق، بال 1955 اتدهن باللون الأصفر، وبسنة 1980 انمنع مرور السيارات والدراجات النارية عليه للحفاظ عليه كمعلم من معالم المدينة. وبالنسبة لأهالي مدينة دير الزور، الجسر المعلق بيحمل معاني كبيرة، وما في بيت إلا وفيه صورة للجسر، وما في شاعر ولا مغني إلا تغنى فيه. ومنه قول الشاعر: رعى الجسر المعلق ملتقانا، وغش الذكريات شذا لقانا، ويسترق المساء السمع فينا إذا همس الفرات إلى مسانا. وكمان في قول لشاعر تاني: صرح تعلق في شغاف قلوبنا، ونمت محبته مع الأيام، خال على خد الفرات بهاؤه، وشموخه في عزة وتسامي، دونت أحلى الذكريات بقربه، ونسجت فوق حباله أحلامي. ورغم انهيار الجسر بشكل كامل تقريبا، بس لساته موجود وحاضر بقلب وعقل أهالي مدينة دير الزور، وكل مين مر فيه أو مشي عليه وحس برهبته.